representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس. أتقدم بداية بالتهنئة للشعب الفلسطيني الشقيق على النصر الذي أحرزه اليوم بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس. وإن اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الضمير وأغلبية العدل وأغلبية الإنصاف وأغلبية الصبر لقرار اليوم إنما هو دليل جديد على عدالة القضية الفلسطينية، وهي عدالة بطبيعة الحال لم يكن يشك بها إلا كل ظالم. السيد الرئيس، يعرب وفد بلادي عن جزيل شكره للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ولرئيس هذه اللجنة، ولشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة، ولبرنامج الإعلام الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة شؤون الإعلام. كل ذلك لقاء الجهود الدؤوبة التي يبذلونها من أجل وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين. لقد جددت الشرعية الدولية اليوم تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع قيادته السياسية التي ارتضاها لنفسه، كما جددت التزامها بدعم قضيته العادلة التي لا يختلف عليها اثنان، وتحقيق آماله وتطلعاته المشروعة. وفي هذا السياق فإن سوريا تؤيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران لعام 1967، وكذلك الحصول على العضوية الكاملة غير المنقوصة بأي شكل من الأشكال في الأمم المتحدة، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم فلسطين، وتعويض من يرغب منهم عن خسائرهم تعويضا عادلا وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948. هنا نذكر بأن قرار الجمعية العامة رقم 273 لعام 49 قد حدد شروط قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. حددها بأن تلتزم إسرائيل دون تحفظ بمبادئ الميثاق، وأن تحترم قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذلك على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً على أيدي العصابات الصهيونية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. هذا بالإضافة إلى أن الجمعية العامة قد أخذت علما عند قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، أخذت علما بتصريحات وتفسيرات ممثلي إسرائيل آنذاك أمام اللجنة السياسية الخاصة، وتعهدهم بتطبيق هذه القرارات والالتزام بها، أي أن عضوية إسرائيل أيها السادة في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالتزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنشاء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.
غير أن هذا الالتزام وللأسف قد تم تغييبه بشكل مثير للانتباه في آليات معالجة القضية الفلسطينية وآليات المساءلة الدولية لإسرائيل وساستها، وذلك بدعم علني من بعض الدول المتنفذة المعروفة التي صوتت اليوم ضد القرار، وهو الأمر الذي شجع إسرائيل على التمادي في الاستخفاف بالشرعية الدولية وعدم تطبيق أحكام قرارات الأمم المتحدة واستمرارها في ممارساتها العدوانية ورفضها للسلام على أساس أنها دولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة. هكذا قال لها حماتها، قالوا للساسة الإسرائيليين افعلوا ما شئتم فأنتم فوق القانون وسنحمي شذوذكم في الأمم المتحدة وخارجها. السيد الرئيس، لقد حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية العادلة إلى مجرد أرقام ضحايا من القتلى والجرحى واللاجئين، واستمر حكام إسرائيل في استخدام الشعب الفلسطيني كدريئة يسددون إليها حراب حقدهم الصهيوني الأعمى وسهام استيطانهم الأرعن، مسنودين في ذلك بدعم فاجر غير قابل للتبرير من قبل حماة إسرائيل وشركائها في العدوان والاحتلال. فأكثر من 1400 شهيد، بينهم 437 طفلا تقل أعمارهم عن 16 عاما، قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الهمجي على غزة في أواخر عام 2008. لكن الغريب فعلا أن هذا العدوان الإسرائيلي والحصار اللا إنساني المفروض على الشعب الفلسطيني على مدى سنوات عديدة، بالمناسبة هو ليس حصار مفروض على غزة فقط، هو حصار مفروض على كامل الأراضي الفلسطينية، كل هذا لم يشفي غليل حكام إسرائيل الأسود وحقدهم، إذ حاولوا أن يعيدوا الكرة بعد العدوان عبر العدوان الهمجي الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر فيما أسفر عنه عن مقتل ما يزيد عن 166 فلسطينيا، بينهم كما تعرفون عدد كبير من الأطفال والنساء. لتضيف إسرائيل بذلك جريمة جديدة إلى سجل جرائمها الأسود ضد شعوب ودول المنطقة على مدى أكثر من ستة عقود عانى خلالها سكان العرب الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان السوري وبقية الأراضي المحتلة من لبنان، أبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان من قمع وتهجير واضطهاد. إذن من حق الشعب الفلسطيني السيد الرئيس العيش كغيره من شعوب العالم بأمان وكرامة وحرية، ولكن ذلك كله لن يتحقق دون وضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية واستهتارها بقرارات الأمم المتحدة، كما أن ذلك لن يتحقق دون إقلاع بعض الدول المتنفذة المعروفة عن الوقوف في وجه حقوق الشعب الفلسطيني وعن دعمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل أعمى وغير مسؤول. ويجب على هذه الدول أن تعي أن جلب أجنداتها السياسية الضيقة إلى هذه المنظمة الدولية والعمل على تنفيذها على حساب المبادئ القانونية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية إنما يقوض ما تبقى من مصداقية لدى الأمم المتحدة ويهدد كل أسس العمل الجماعي الدولي المشترك، وخاصة في مجال إحلال السلم والأمن الدوليين. السيد الرئيس، لقد اتضحت الصورة تماما اليوم،
عدالة القضية الفلسطينية من جهة وعزلة إسرائيل من جهة أخرى. ولم ينفع إسرائيل وسياساتها العدوانية والاحتلالية واضطهادها للشعب الفلسطيني على مدى 6 عقود، لم ينفعها أبدا وقوف حماتها ورعاتها معها اليوم، فقد سقطت إسرائيل وسياساتها في امتحان ميزان العدالة، وسقط معها كل المنافقين والكاذبين وتجار وسماسرة حقوق الإنسان والديمقراطية. من صوت اليوم أيها السادة ضد القرار كشف زيف مواقفه ووهم ادعاءاته ونفاق سياساته تجاه قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي. من صوت اليوم أيها السادة ضد القرار سقط أمام الشعب الفلسطيني. طوال عقود من الزمن كنا نقول وما زلنا أن إسرائيل ما كان لها أن تعتدي على الآخرين وتحتل أراضيهم وتذيق الشعب الفلسطيني أشرس وأبشع أفانين القهر والظلم، ما كان لها أن تفعل ذلك أبدا لولا الحماية المباشرة من جانب من رعاها وسلحها وتستر على عدوانها واحتلالها وتعهد بحماية شذوذها عن القانون الدولي وزودها بالسلاح النووي منذ 50ينيات. وهم نفس الحماة والرعاة اليوم يحاولون تبرير رفض إسرائيل حضور مؤتمر هلسنكي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك طبعا السلاح النووي، وهو قرار كان قد صدر بالإجماع عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في العام 2010. ها هي الصورة اليوم تتضح أكثر فأكثر، فيعرف الفلسطينيون من هم أصدقاؤهم ومن هم أعداؤهم الحقيقيين. إن من صوت اليوم ضد القرار أيها السادة ظن بإعطاء صوته حتى لغاندي الفلسطينيين، الرئيس عباس هكذا يسميه الفلسطينيون، شعبه يسميه غاندي الفلسطينيين، وهو فعلا غاندي. ظنوا اليوم بإعطاء أصواتهم للرئيس عباس ولاعتداله، فكيف يمكن الوثوق بهم بعد اليوم كلما تحدثوا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحكم القانون؟ هم يحبون كل هذه المصطلحات النبيلة والمهمة، لكنهم لا يعتقدون بها إلا بقصد الإتجار بتلك المسائل الهامة، إلا بقصد الإساءة للدول والشعوب التي لا تقاسمهم غطرستهم
واعتداءهم على العدالة والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هنيئا للشعب الفلسطيني مرة ثانية، هنيئا للقيادة الفلسطينية التي أوصلت بنضالها السياسي عدالة القضية الفلسطينية إلى انتصار اليوم، لكن ذلك ليس نهاية المطاف، فالعدالة الحقيقية تقتضي أن تحصل إسرائيل على فلسطين على العضوية الكاملة، على العضوية الكاملة، هذه هي العدالة. أما اليوم فقد حصل أشقاؤنا الفلسطينيون على نصف حقوقهم. مبروك مرة ثانية وشكراً.